بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم على تغطية كافة الأحداث الرياضية المقامة في إمارة أبوظبي، مثل ما شفنا اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن كأس أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2022. هذا الكأس إن شاء الله اللي راح يكون بمشاركة من فرق محلية وفرق خليجية في المنطقة. نتمنى التوفيق للجنة المنظمة على تنظيم حدث استثنائي اليوم إن شاء الله خاص برياضة المرأة. المرأة الإماراتية اليوم محظوظة بالدعم اللامحدود الذي تقدمه سمو أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك في كافة المجالات وبالأخص في المجال الرياضي. أيضا المتابعة الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة متهزاع لكافة التفاصيل الخاصة بإدارة الأكاديمية تعطي دافع لكافة الفتيات اليوم أنهم يمارسون الرياضة وبالأخص الرياضة الاحترافية. أتوقع الأكاديمية كان لها دور كبير في النقلة النوعية اللي صارت في رياضة المرأة في الفترة السابقة، ونتمنى إن شاء الله استمرارية هذا الدعم بحيث يكون عندنا إن شاء الله بطلات في كافة المنافسات الرياضية في المستقبل القريب. متواجد اليوم في المؤتمر الصحفي لبطولة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك الأولى لكرة الطائرة، وهذا حدث بالنسبة لنا كاتحاد الطائرة مهم جدا، هي البطولة الأولى لكرة الطائرة النسائية، وإن شاء الله تكون الانطلاقة الأولى لبطولات طائرة كرة الطائرة النسائية قادمة بإذن الله في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويكفي البطولة فخرا وشرفا رعاية أم الإمارات وأمنا جميعا الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع، مع تمنياتنا لجميع الفرق بالتوفيق والنجاح. أما فيما يخص عمل الاتحاد في هذه البطولة فنحن ندعم البطولة هذه من الناحية الفنية والتنظيمية، وسندعم جميع البطولات النسائية لكرة الطائرة، وهدفنا هو زيادة عدد المنتمين إلى لعبة كرة الطائرة النسائية وزيادة أعداد المشاركين لتكوين قاعدة ممارسين كبيرة، حتى نستطيع من الناحية الفنية تكوين منتخبات قادرة على المنافسات الخارجية بإذن الله. فاطمة العامري، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية. اليوم نحن سعداء بالإعلان عن تنظيم بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الخليجية لكرة الطائرة للسيدات، واللي بتقام إن شاء الله من تاريخ 26 ل 31 أغسطس الجاري في صالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية. البطولة سيشارك في البطولة عدد 6 فرق، ثلاثة منها ستمثل الإمارات، وبالإضافة إلى فريق من الكويت ومن البحرين ومن السعودية. حفاظا على سلامة الجميع سيتم تطبيق البروتوكول المعتمد من إمارة أبوظبي بإبراز المرور الأخضر لجميع المشاركين في البطولة. نتمنى التوفيق للجميع.